بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نجيب فيها على أسئلتكم. السؤال الأول: أريد الزواج من ابنة خالتي، فعلمت أنها رضعت من أمي رضعتين، ما حكم الدين؟ الرضعات ينبغي أن تكون متفرقات وأن تكون على 5 رضعات، فإذا كانت أقل من ذلك كالرضعة والرضعتين والمصة والمصتين فإن ذلك لا يحرم، ولذلك فيجوز والحالة كهذه أن تتزوج بهذه البنت. أما لو كانت قد رضعت أكثر بأن رضعت 5 رضعات فما فوق فإنها تحرم عليك، لأنها تكون حينئذ أختا لك من الرضاعة.